عندي اول اول اخلص اخلص حضر يا باشا سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره هو اللي مأكلنا هو اللي ملبسنا هو اللي مقلعنا هو حاتم الحاتم ابو حاتم حاتم الحاتم ابو حاتم هو فين هو فين هو فين السلام عليكم عليكم السلام يا اطلال اقول لك قل لي هدول مساكين مساكين سيادتك يلا طلع طلع وزع فرقوا مالي فرقوا فرقوا لا حول الله بعدك شب ترى والله حزنت عليك والله تأثرت لي لحظة ابكي والله قل لي انت مشلول ولا رجولك منملة لا اخويا مشلول وانت واقف على رجليك خمسة معك فلوس وعملت مرقة وانا مش لاقي اللغة خمسة حرام عليك اعطيله خمسة حرام عليك يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين ترى ليش لانك ما ربيته انت ما ربيته ما ربيته أعطيله كم باقي معنا 100,000 سنة أعطيه يلا يلا بقول لسيادتك 100,000 يا أخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي حق سيادتك أعطيه حاضر سيادتك أنا مالي أطلع يا أبو هلا شوف أول ما ريته دريت أنه مشلول ربنا يزيدك علم يا حلو يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا أنتوا بقى عايزين بشالدي صح أيوة بسرعة خلص يا حلو أراك توزع من مال أمك عسل سيادتك يا بنت الدوشه اللي بره دي راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما ابعت ابعت يا اللي بتبعت واداني 100 جنيه فين هم يا بنت ايدك الله ايه هو ده وقته على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول امرك يا سيدي قشطه ما تغلبنيش بقولك طلع طهو الفلوس عم راجل قولي بدهم لنا يا عم بقولك طلع دول عهده يا ابني تيرو خلصنا يلا عدي سيادة المدير حاتم الحاتم أبو حاتم يعني الطيور المهاجرة أهلاً أهلاً ما شاء الله تبارك الله والله ساحر الأتموسفير حبه كله السحر والله مساك الله بالخير أهلاً أهلاً وسهلاً أعطيله يا ألف أهلاً وسهلاً والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سمو أعطي يا رجال أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً ما معك سيارة؟ معي سيارة أعطي يا 300,000 أهلاً وسهلاً ما عليك ما عليك شباب تبعنا خير يا بيش هو لو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا والله مو خير اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم يبقى معمول لك عمل ويل جديد يا شيرلوك هولمس انت كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل والشك دخل براسي شكيت في اهلي يا رجال اول امس جبت جوستي قلت له تعال انت اللي سويت لي العمل قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا قلت ما في صباح الخير تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه والله الشك جنني وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيف في اخر الفله عفيفي مين السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل وعملت له ايه والله سمحته ليه صدق ما كذب علي ما كذب قلت له عفيفه ايش سويته في العمل قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام وجواك جن جواك شوف تجسيره يا لطيف احنا حنفك لك العمل تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرصك بالنار هذه ولو طلعته الخير جالك والله اول شيء طقم سنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت ما تبغي قوم حضرتك عشان تنام انام والله هلكتني تتبهلل علي انت يا الكل اقول لك ما نام تقول لي نام خلاص مدد قول مدد مدد سمو فروتي عصيدة عصيدة يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبغنا
يا عمي لبنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان، والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع دلك وش طالع؟ حرامي تسرق كل الناس. فاكر اخر مرة سرقت فيها؟ لو دفتهم من اول يا حرامي. انا ما سرقتش حاجة. العودة يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي، مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي، لا منوال انا باكل منها عيش. خلاص يبقى نتفق، زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه.